كفر لكم حيسام متقبلتنا من اللي اندت لنا لأوليوم دولي للأخبار اللي تقدمتو كسلف العباية الرسوم وزارة حرس محبل قوما ستة أواجر وديت زباين برنامج تدبير وسلفت شكلهم كم سلطة عوطة وشرحوه عملية دريس ودرسوت عبد الكليزان قلت داكا بلكات قدمت روسيا ومصر تدريب حبر ودايام حديث رئيس وزراء العراق خطوة أمريكا تأثير يود إتش بيلام تبوردون بسادة فتبوكوت وحيز عصر سمان نفر موتو من نالس أخبار بحبهم وزارة حرس كما تلالين إلى ديبا عصر سمان وعصر سعو أكتبر لنظمت محبر قومات ستات أواج جاري ستات أواج عقيب عافية لخصص محبر قومات ديبي عم أسرى وحمس وأسرى وسس أكتبر ديب أسمر وديت تلي من كل دارة تقاليم وبعد مؤسسات حكومات لما تصو سمقدرات التكم سلوما سمقدرات عقيب عافية نواي لشاركة محبر قومات ديبا وزارة مدير عام كدامات قوانين ومراقبة السيد تخلاب مسجنام دي بس مع كلمة زيادة سمانية من شعب إريتريا إبزر وتواب نواي سبت نبر هل واجب عافية حيوانات مهمتو بإعلام وزارة حرس دور حيوانات دي باقتصاد دوت أن قلت أدمن قلو لخصص أواجه قلت التالي دي بحل في عسرة سنة جهد قبكم صالت أنا حان حبرا السيد تغلاب تعافية حيوانات هديك تعافية قدام هديك سبتو نايك عنونا عافية واقتصاد أهمية لبو أواج عافية حيوانات أفقروت بسبب مقدرات لتالا شقل للسرق لكم صالت أنا حان حبرا اللي قلت مام وناي دون قوبا شكلو قلت بات مشاركات لخصصهم سب شركة لتتأكد التو محبر قومات أهمية عبايكم صالت أبرهام دي بمت وأربعة وسبع مادة لبو أقول هدق لتقدمة ستة أواج حمام حيوانات أقول شنك ولتكرم أقول قبل لبو مراقبات دي بأروحة قدام للجرة مدرات تقول تتهون زبا تلب وتصدير حيوانات وفقريتو مراقبات تقول تقبلتو للك عدر عمليات وبعد نقاط بتفاصيل كتب هلام مسؤول فعل إرزاق حيوانات تقليم قبلة دكتورة أباز خفلي قل إرينا التابع حبرين ستة أواج عقب عافية حيوانات من سنة 1989 عند أنبتان أطفانها عمليات التحل حلف دي بقلة درجة الله كمسال بعض حن حبرام قل تصدير وأمسوات حيوانات هليوت مثلنا منطقة وعلم لقيس وممرح الدنيا منظمات عافية حيوانات لقيس أواج وقوانين مهم كمسال أبرهام أواج عقب عافية عافية حيوانات ندح حفظك لتتركب منفعات تردوت دافعات بقوت حمامات افنتيت من حيوان دي بقدام للعدي من خارج لما تصي حيوانات مراقبة قلت بقتو ومن عاد لقيس بقبي قانون قلت بقر أساس كمسلتون ده شرح دكتور عبازقي ستات أواج عقب عافية حيوانات كمسل صادقاتو دي بل مجال دور عبي كمسل لهل قلو كمسل دم من شرحهم مشتركة دي بهبو الرأي لسب مهنات مئمرات لها تقوتو وبأراء بلغزك أو ستات أواج دي برسلة دي بدمانة عافية حيوانات وقدام لبوت دور دي بسرقل شغلهم منكم سلطو شرحهم الاتريام من سنة 1994 عند أنبتت ولت محبر الدنيا منظمة عافية حيوانات تام دي بقلي مقبل هلو زباين برنامج تدبير وسلفت دي بنابرتهم لتتحمل تغيير كم سلام صو حبرهم لا إرينا لا تسألتهم دي بلد فناتا وراتا تجارة لشوق زباين لا ركبوا سلفت دي بدل رسا وقل أدمعوت طول قدرو مجال سبتا وعلو عدايهم دي فدو رسمال كم سل كيللو ومؤسساتهم كم سل تأورا وشارحهم اللهم من عصر ألف سك مت ألف نقفة سلفت دنس أو دي بزبي ألات بيت أشكال كعلي قريب عجي وحطين نشيد جلال تقر عداق حملو فواك تكم سلوما حلوان لشقو زباين لا مؤسسات للا ركابك سلفت واجب حقوتنا فعكابة عداي اندي يتقبي مبقس رسمال اندى قبتكم سلنا فعكا أبرهوم أدايكا توكد دفاع تلالا وراتات أدمنوتو اند بيلو لرأيهم لهبو أبارك بو بكتو وارديت أبحات اند تنياتو تلا درجة كقدير رحم كم سالبات حاو اند حبرو مواطنين بعدما كنا لمسل مبادرات اند نسو منابرتو مقلات فو أتفاق دو
السنة 1909 تأسس برنامج تدبير وسلفات دي منابرة دهرت قل له المواطنين لبا لتبقى صوت سلفات انذهبت منابرتهم قل أسنو لسد ما أسست وتأنت برنامج تدبير وسلفات قلم مقب دي بعصر سس مديريات حم صورت بانك دقاقيت ان ده أسسا لشك أدي بقبي حد 5000 زباين كم سلبو وزياد عصر سلس نقطة 5 مليون أقفا ان ده أتفرارا كم سل أم أتماك عالحا وسايقو لحبرهم دي بقلي معن سبب مديرية عتكليزان عملية دريس ودرسات قلت الدكاب دور والدين قل يزيد وبنية تحتية تعليم متحسر قلت هيبا ليك اتقدمت مسؤول مكتب وزارة التعليم دي بمديرية أستاذ آدم بشير قل إرينا التابع حبرين من روضات سكلاء درجات عسرة وحتى مدرسات سلسنا عريوت اتكم صلوما عصر صبو مراكز ابديت كويتكم هلا عند شرحم بنية تحتية مدارس اتكم صلوما مدارس عامل ومؤسسات تكنولوجيا حبري مثل بزح دراسة عند ترأى حال شافكم صلاة حزيو أفهمام إيمة كم دقاقيت من دي بعملية تعليم فقريت دراسة تأثير وكل ودقارات كم سلطون دحبرا استاذ أدم سكانوارا شندوا دك زرقو ومعالدي من سس اسك اسر واسس كيلومتر اندقيسو كم سلدرسو دراسة دوارات بغساهي سلسة وكلت كيلومتر اندقيسو ديب كلان وبقنداء كم سل التلالو او من مأنبتاي درجة كم سل اتكارمون دحبرا اللي حالق الركب جهد حبر كم سل اتحز ابرهام مدراء مدارس دي بها بوا حبريه بنية تحتية دي بعملية دريس وادرسوات تأثير وكويت ودك مليت والسناي للات حزيو قل اسني والنكاس قل اتمام فعنو كل إريتريا عائلات الرعاية يتايم للو عل زياد 3000 نقفة كم سلطبار رعاية وزارة عمل ورعاية اجتماعيات حبرت لمال السيدة سالم تولدي قل أود سيواها مرحوم قعدات كحساي لتحسبا 10000 نقفة عائلة مرحوم كأشر سوم هي 10305 نقفة لتبرعو كم سلطوم الحبري أفهمتم حسام مطابلتنا ما تابعتكم دي محمد أزي أخبار خارجي قلنا التلاليتم من أخبار خارج روسيا ومصر روسيا ومصر دي بقبلت موضات حي مصر دي بهلا صحراء تدريب حبر ودعم دي بها من عصر سلس أسر وحمس أكتوبر لقابة تدريب من كل الدولة لما تصوت زياد سلس مت أنفار أير ولد التكم سلوما زياد عصر حمس تأيرات حرب وهيليكوبترات كمسال شاركوا وزارة دفاع روسيا يوم عصر وسس أكتوبر حبرت وزير دفاع مصر دي بشبكة حبريه دي بانا داي حبريم لترديب عسكري دي بدافعات وقد الارهابيين لركزك معلن دوادحا فنقديش كل الدولة نايمت بدل تجاربكم سلسر قلو أفهمام مصر وروسيا دي بحل فاسونوتات تدريب عسكرية كم سلوديا تقارير الحبرم رئيس مصر عبد الفتاح السيسي دي بمباتات ناي الوارح سني قايسات كم سلليت لتتهدق ناي دبلوماسية تجارة وأمن علاقة كل الدولة لأمامت زيارة الشغل كم سلودا للذكر دي بيوم 24 أكتوبر قسم لك راح حديث رئيس وزراء العراق عادل عبد الله دي بقضية أمريكا دي بإيران وايدة تلاليت مانع حدو مثل دي بو تأثير وكل ود حريان أولويات كمسل إيه تهيب مالي 15 أكتوبر دي بو دي مؤتمر صحافي شارحام لا رئيس وزراء اللي لا شارحا أقدا عدو لتمول أمريكا لرفع على منع إيران بحديث قل التلال ودول بعدات قل حشماهو تتلاكت تهليت دي بإيناتو دارس ريس ترامب لقلت كلمه كم سلطوا لشرحه منع ديب إيران ليه حشما دول مصر مصدر تردد قلت تنسى أتن كم سلطوا تحذر صبت الليت حديث ريس ودارا عراق شغل كبود قل سادف كم سلك أدر تهدك هلام ريس ودارا عراق لعلى حيدر العبادي عدو لأمريكا ديب إيران كررتو لليت منع أما بدأ كم سلط قومو مناتم قل حشمو كم سلطوا شارحكم على تقارير ديب الحبر حديث ريس ودارا عد عبد الله عديمة منو للفانت مبدأ قل هل أقولكم سليك قدر لعد من قرب لدلو محللين الحبرهم دارة واشنطن ديب إيران قلتي دايوكم سلطو لشرح منام منك مصي يوم 4 نوفمبر دي فعل قلو عالكم سلطو لتحبر هلام لكن ديب انتو أنفار مجلس
العراق دبا رئيس وزراء لتقدمان اي وزير دفاع وحصل قبط لبطوم درجة مسؤولين حكومة قلت فهمو صبتي قدروا رئيس وزراء عدل عبد الله عبد الهادي دبا مجلس وزراء قلت تقييرات وادهلا لتبهل ديب يوم 25 أكتوبر ديب جنراري بحر مايتة أردن بسادفت بقوة وحيز مبزحم سنة قدام لي بعض حوضر دراسة ومدرسين كم سلطوم لشارحو عصر سامان نفر كم سلمتو شارح هيئة دحان مدنيات ومؤسسات عافية عند ذكريا إماتة أخبار شارحام لبقوة 37 دراسة وسبع مدرس لتعانات التوبوس ديب جنراري بحر مايتة ديب بحر مركز لو قد ديب باقيسو تعلو إينات كم سلسادفت عند شارحو هيئة دحان مدنيات ديب مركز وقت عرفوم الحالفو لحلو بزحام عائلات أري لبقوة كم سلقبو وفهمو بهليكوبترات ومقصنات إساءات اندت صدو أمات أنفار ديش أنفار بوليس ووحدات دحان مدنية بشاركو التا نايمان قفو ورات 34 أنفار كمسل نجو شرحم بزحام منا نقفو درر كمسل جراءتهم وبالهي بزحلا ما إتام قلوسك كمسل قدر هيا دحان مدنية حبرو حيسام التقبلتنا لقليم دوليل على أخبار كبت عدو غارج دي بلتام هلام أزدت تابعت برامجنا قلنا حلفكم توم.